التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا على فضل اينما كنتم. ينطلق شوطنا السابع على التوالي لهذا السن، سن المفاجاه. تسير مباشره الى ابناء مرفيعه، الى الصداره والى المقدمه والى شعار بوسعيد. هناك مع المقدمه ومع الفورمه هناك مياسه محمد بن سعيد بن سالم الاخيلي، هناك مع البدايه بالقطري من يتقدم مع مجريات هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك رحمه يا سلام بشعار نهضه، مبارك بن جمعه بن مغير الاخيلي مع المركز الثاني. المركز الثالث ومن الجانب الاخر هناك ايضا واصله ايضا النويعس حارب بن سهيل بخادم الاخيلي ايضا. بينما الوصول ايضا تحمل الرقم 21 يا سلام شعار ابو عيسى الذيبة ايضا مع سعيد بن مسلب سبت الاخيلي، ووصول ايضا مرموق عامر بن سالم بن محمد العمري ايضا واصل في هذه اللحظات مع مرموق يا سلام. بينما بروية واصل في هذه اللحظات ايضا يتقدم هنا ايضا ابو خميس يا سلام. الناوية اسامي متميزه يا اخواني، اسامي متميزه وصلت الناويه. عيسى بن خميس بن محمد بن رويه الاخيلي، وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ وين يا ابناء مرفيعه، يا ابناء ابو سمره، يا ابناء السلطنه، يا ابناء رماح، يا سلام. الله، اشتدت المعركه، اشتدت يا اخواني. بدت الامور في خطر. اشوف شعار غادم بكل قوه، اشوف شعار غادم بكل قوه بدا يتدخل ايضا في عالم النداء مع سادس المراكز. يا سلام، ركز لي على التي تحمل رقم 22 يا سلام، شواهين علي بن سعيد بن محمد الدرعي. الله، هذا الدرعي يحمل الدرع الكبير يا سلام، يبغي ينافس، يبغي يسلم الى ابناء العين. يا 1200 يا بالرويه، 1200 يا بالروية يا سلام. انطلق مع المركز الأول، غير خميس مع الناوية، ولكن يا سلام يا الدرعي وعمر بن راشد بن سبت الأخيلي. أصل عاشق الهماليل، أصل عاشق الهماليل، يبغي درب بس، يبغي درب ما شاء الله وتبارك الله. يا سلام، يا متعبة، يبغي يتعبهم بو راشد، يبغي يتعبهم عاشق الهماليل. الكيل والمتر الأخير رحمة أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل بن سرود في هذه اللحظات أيضا مع شاري عيسى بن عبيد بن سالم الأخيلي، ووصول من التي تحمل رقم 8 أيضا عجوبة سيف بن سالم الخميس الشامسي. يا سلام، نعود إلى متعبة وإلى بالروية، إلى متعبة وإلى بالروية يا سلام. ولكن بالروية لا زال صامد مع المركز الأول. ركز يا أبو خميس، ركز
ركز يا ابو خميس ركز وخلك متابع. الله شوف هنا ايضا التحديات ما بين متعبه وما بين بالرويه هنا. يا سلام مع الناويه ومتع، ولكن وصلكم بالسرود، وصلكم بالسرود يا سلام. الله ال 500 متر النهايه، الله يا التحديات، الله يا التحديات. شوف بن سرود انطلق مع المركز الاول، انطلق مع الصداره، ولكن الناويه مع المركز الثاني. روح يا راعي الناويه، روح روح يا سلام. الله يا سلام يا سلام. الناويه الشاهنيه، الناويه الشاهنيه، الناويه بالرويه بن سرود، ولكن بالرويه بالرويه بالرويه. خطير راعي الناويه، خطير خطير راعي الناويه. بن سرود صامد حتى هذه اللحظات. الناويه الناويه الشاهنيه الشاهنيه. بن سرود بن سرود ما له حل يا اخواني. الله سلام الحكماني، سلام. الله يا اخواني هذا الحكماني مشكله، الله انه مشكله كبيره يا اخواني. شوفوا له حل ولا خلونا نرتب له حل مميز. الناوية مع المركز الثاني عيسى بن خميس محمد بن روية الخيري، بينما المركز الثالث ايضا متعبه وعمر براهد بن سبت الخيري. المركز الرابع 16 هنا ايضا انذار جابر بن علي محمد بن سبت الخيري، وايضا الشاهنيه عيسى بن حميد بن سالم الخيري، بينما تحمل الرقم 23 مع سادس المراكز الحده مبارك بن جمعه بن مطر بن مايد على خير. تهانينا والف مبروك الى مالك.